توافد منقطع النظير للأطفال والتلاميذ والعائلات شهدته قاعة شعلان التابعة لمركب مصطفى تشاكر لحضور حفل عم يزيد المنظم لأول مرة بمدينة الورود للاستماع والاستمتاع بأغانيه التربوية الهادفة. سعيد جدا بتواجدي في هذه المدينة الجميلة وهذا الجمهور الأجمل في هذه المناسبة السعيدة اللي هي العطلة الشتوية. احنا رانا هنا باش نفرحوا مع اولادنا ونقول لهم باللي كما كاين العطلة كاين الجد والمثابرة باش يكون دخول مدرسي موفق. اطفال تاع مدينة البليدة وكامل المدن المجاورة اللي جاوا بكثرة كما راكم تشوفوا، حفل من اروع ما يكون. التلاميذ واوليائهم استحسنوا المبادرة خاصة وانها تزامنت مع ايام العطلة الشتوية املين تكرارها في مناسبات اخرى. فرحانة بزاف خاطر راني نشارك الفرحة مع اطفال وعمو يزيد ونشكرهم بزاف اللي نظموا لنا هذا الحفل. عجبني الحال اليوم لحد جانا عمو يزيد وفرحنا اليوم. جيت معايا لهنا لهذه الحصة تاع عمو يزيد ونشكرهم كاع اللي داروها واللي قاموا بها. عجبتني شابة مرتبة. يوم جيت الحفلة تاع عمو يزيد جيت مع بابا يما وعجبني الحال. نشوف الحفلة تاع عمو يزيد وعجبتني بزاف ونشكر عمو يزيد. الإنزال القياسي لعشاق ومحبي عمو يزيد وأغانيه التربوية الهادفة الموجهة للأطفال جعل القاعة تمتلئ عن آخرها في ظرف وجيز، ما حال دون ولوج عشرات العائلات التي تمنت بدورها تكرار المبادرة وإحياءها بأماكن أوسع.